الو، اتفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شيخ؟ شو أخبارك؟ والله بخير حال، الحمد لله. حضرتك اثنا عشري؟ شنو 12؟ قصدك شيعي؟ اثنا عشري إمامي، اثنا عشري. أي شيعي؟ شيعي بس يعني شكل لك سويت بيت. المهم اثنا عشري، عندنا دلوقتي سؤال في رازية الخميس، لماذا علي بن أبي طالب لم يقدم كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيخنا، أنا قبل كم يوم هم خابرتك علي، ناقشني الصراحة، بحثت طلعت عندنا يعني ناس تقول إمام علي موجود، ناس تقول ما موجود، قصدي يعني مراجع مجتمع. نعم، فيعني قسم يقولوا لي إمام علي موجود، قسم يقولون ما موجود، يعني شلون بالله؟ بس هي الأساس هنا الحديث استنبطنا من عندنا إنه عمر خطأ. ايوه، ما هو عمر، زي لو انت قلت ان عمر اخطا يبقى علي اخطا، لان عمر لم يقدم الكتاب وعلي لم يقدم الكتاب، فلماذا عمر اخطا وعلي لم يخطئ؟ سلي من هذول اللي قالوا انطوا وصارت عركة وطردهم. صارت العركة، علي بن ابي طالب ما وقفش ليه وعطاله الكتاب؟ صارت العركة، كان خلص العركة وعطاله الكتاب، وقبل ما العركة تعمل علي بن ابي طالب عارف ان هي هتحصل عركة، فلماذا لم يقدم الكتاب ابتداء؟ وانتهت القصة. شيخنا هو احنا مش مدرينا قاعدين يمهم، يمكن احتمال مقدم لاحتمال ما لا انا مقدم ما له، يعني هو ما احتمال، بذكر شيء ايش معنى بالروايه. علي بن ابي طالب؟ شلون يعني؟ ليه علي بن ابي طالب نقدم الاحتمالات لكن عمر بن الخطاب ما نقدم له احتمالات؟ ونذكر بالاسم شيخنا، يعني الروايه انا لو حضرتك قبلته. هتقدم احتمالات لعلي بن ابي طالب يبقى تقدم برضه احتمالات لعمر بن الخطاب، واضحه هي وسهله. شيخنا هم مشايخنا الصراحة، يعني يقول لك ساكتين احنا عايزين كيف مشايخهم جو هم اللي الرواية. اتصلوا، الرواية ليه مشايخهم ما بيتصلوش؟ صامتة الرواية. يعني ليه مشايخهم ما شيخنا بيتصلوش؟ مشايخنا مفاتحين بث مباشر، يعني انت لازم تلاقي شي فاتح بث، باشا ليش ما احنا رحنا خبرت لهم لي؟ البثوث بتاعتهم بيطاعوا علينا، رحنا لهم البثوث بتاعتهم وما بيردوا يكلمونا. شيخ انا ما ادري، بس قلت لك عمود الروايه يعني الامام علي قاله وقفه، يعني قال لك احنا ما ادري موجود ما موجود، يعني بس هي الحديث مستنبط من عنده انه عمر اعترض على ايوه، وعلي بن ابي طالب لما عمر اعترض، علي بن ابي طالب عمل ايه؟ سكت، والسكوت موافقه. قلت لك الروايه صامته، الروايه صامته، الروايه ما بيها شيء، ما دلوقتي هو مذكور، سكت، علي يعني بن ابي مذكور بس طالب عمر سكت. اعترض. يعني بص، عشان بس ما نتعبش بعض كتير، علي بن ابي طالب كان موجود، طب لما هو حصلت المشكله فين موقف علي بن ابي طالب من المشكله؟ سكت، صح؟ ايش مدري لنا سكت، احتمال حكي ولا ادري ايوه، شيخنا ما هو ولا الروايه ما الروايه قالتش، صامته. الروايه لا عندنا ولا عندكم جابت ان علي بن ابي طالب قام بموقف او عمل موقف او اتخذ موقف، ما اتخذش موقف، يبقى اذا هو قابل ما كان من عمر بن الخطاب، بسيطه اهي. في حاجه اسمها في الشرع اسمها ايه؟ الاقرار السكوتي، الاقرار السكوتي. لو هو اللي عمر شيخنا قاله انتم ده مو منكر فما كان لعلي بن ابي طالب ان يسكت عن منكر، فطالما ان هو سكت يبقى ده اسمه اقرار سكوتي. تمام، شكرا ليك. شيخنا زين، هي اسمها رزية، ما هي الرزية، هي ما اسمهاش يعني ابن رزية، اللي عباس سماها الرزية سيدنا ابن عباس وقال في من حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابة الوصية. طب مين اللي حال؟ كلهم حالوا، اللي قال اكتب، اللي قال اعطوه كتاب وما عطاهوش، واللي قال ان لقد غلبه الوجع، يعني الاثنين الفريقين. فهتشيل الفريق ده، هتشيل علي بن ابي طالب من الفريق ده، هتحطه في الفريق ده، ولو شلته من الفريق ده هتحطه في الفريق الثاني، لانهم كلهم حالوا. أسكن وضحت، شيخنا، أنا شكرا ليك يا جاوبتك استاذ.